لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. سبب وفاة مريم الخواجة وآخر فيديو لها قبل رحلة العلاج في تونس. تصدر خبر وفاة مريم الخواجة الإعلامية الليبية مذيعة قناة سلام الليبية وسائل التواصل الاجتماعي، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى وفق وسائل إعلام محلية، حيث أن سبب وفاتها هو بعض معاناة مع المرض خلال رحلة علاجية. وأعلنت وسائل إعلام محلية وفاة المذيعة مريم الخواجة إثر النزيف في الدماغ ودخولها على إسر في غيبوبة، حيث تم نقلها للعلاج لتلقي العلاج بتونس على متن طائرة خاصة بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويوم 6 يوليو الجاري رغم ذلك الوضع الذي فيه عم الفرج موقع التواصل الاجتماعي عقب نجاح حملة إيصال صوت الإعلامية مريم الخواجة إلى المسؤولين ونقلها لتلقي العلاج في دولة تونس الشقيقة بسبب عدم توفر العلاج المناسب لها في ليبيا. وفي ذلك اليوم نشر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية عبر صفحته الخاصة موقع فيسبوك مقطع فيديو قصير يظهر فيه لحظة مغادرة الإعلامية مريم الخواجة على متن إسعاف الطائرة كي تتلقي علاج مناسب لحالتها. من هي مريم الخواجة؟ كانت الصحفية ميار صلاح الدين قد نشرت أثناء منشدة لزميلتها مريم الخواجة جمعتني بها أروقة قناة ليبيا الوطنية وشهدت على بداية مسيرتها، وكنت فخورة بكل خطوة كانت تخطوها مكللة بالنجاح. وأضافت عملت معها على إعداد برنامج الصباح الإذاعي للإذاعة الوطنية ومن ثم تقارير برنامج عن قناة ليبيا الرسمية حتى وصلت المبتغى الذي كنت مترقبة وصوله، وهو عملها في قناة سلام التي تعتبر من أهم القنوات الليبية. وتابعت هنا كنت أردد على الدوام إنها نعم المثال لإعلامية الليبية الشابة، حتى صدمني اليوم خبر مرضها. أناشد كل قلب فيه رحمة أن ينشد الرحمن في صلاته، دعوا أن يشفي مريم ونتصالح في هذه السويعات، دعوا إلينا. رحم الله المذيعة مريم الخواجة.